في زون ميكس والتحق بين ضيفنا الرئيسي اليوم شمس الدين الذويلي موجود معنا في الاستوديو. شمس اهلا بك. مرحبا بك سليم، مرحبا بالسادة المستمعين. ان شاء الله الحمد لله لاباس. الامور نعتذر استاذ سالم المستمعين على التاخير، امبوتياج شوي، شنو شدك شوي؟ انا عطلت روحي. باهي ندخل ديريكت صوب الموضوع. وينك اليوم شمس؟ كملت تجربه من ليبيا، استنيناك في فريق اخر حتى كنا نحكي شويه في الوف، كنت تحب تريح شويه، علاش؟ والله تعبت في ليبيا الحقيقه، انت عارف تعبت. روحت من قطر، قعدت بريود كبيره في قطر، كي روحت حبيت نرتاح شويه. يا اخي جاء اوفر نتاع ليبيا، لاجون تاعي معناها قال لي بريباراتي لوكازيون ذا تمشي تعمل 3-4 شهور غاديك، خاطر هما بداو مؤخر اللي جاب شي كاملوا بعد لتود لي زيكيب، فهمت؟ قال لي بوركوا با تعمل معاهم روتور، فهمت؟ يخي ديريكت من قطر تعديت ديريكت لليبيا، قعدت في 4 شهور. اما لا روحت العيد فيه صغير لا كبير، فهمت؟ وانا عندي بنوته تا ولات تحب تربى على عينيك، ربي يفضل لك. عايشك ربي يخليك. اما كم يوم واحد يتوحش الدار وكذا، فهمت؟ كمل، قلت خليني اخذ بريود راحه، ويعمل الله في ديسمبر ان شاء الله واحد يحضر روحه. في ديسمبر خويا رجع ريبلوت. مو اش مازال ديسمبر اكيد بدا المفاوضات. يعني بديت قاعد نترينا، فهمت؟ ديجا اما استغليت بريود هذا، قلت خليني نرتاح شوي. وكه تخمم في تونس البلا شنو الوجهه نتاعك؟ والله في تونس صعيب شوي. صعيبه. كلموني دي زيكيب وانا انتريسي البر، خاطر تونس ماك تعرف معناها 1-8 سنين في الاسبيرونس وزيد سينس بلو نيفو ولا هو وكذا. واحد نحب نقعد في الكاليبر هذاك، فهمت؟ نحب انا نكمل عباد الكل معناها في تصويره كي يشوفوني معناها اسبيرونس معناها. بصراحه كلموك سي اس اس ولا خاطر خرج كلام مع السي اس اس؟ لا الحقيقه لا. الفرق اللي كلموك معناتها فرق كبيره ولا فرق اقل من الاربعه الكبار معناها؟ والله فرق كبيره معناها. واحد ما يقولش على فريق في تونس معناها، واحد يحترم الناس الكل. إيه مين فما اربع كبار هذوك الكلاسيك في العالم الكل موجودين، كيما ريال برشلونه كبار في اسبانيا، عاش في ايطاليا اليوفي روما ميلان، فهمتوا؟ لا لا الثلاثه الكبار الاخرين لا ما كلموش. فما فرق اخرين معناها؟ فما فرق اخرين ونحترمهم ونقول لهم نشكرهم اللي خموا فيا، اما عبرت لهم على وجهه الراي نتاعي، فهمت؟ نحب تقعد التصويره نتاعي في الاسبيرونس معناها. باهي مسيره كبيره شمس في الاسبيرونس، نحبوا نعرفوا هكا حاجات ما يعرفوهمش العباد على شمس الدين الذويلي، خاصه مسيرتك. كل شيء ظاهر. مسيرتك الكل، ممكن انت العباد عرفتك خاصه في الترجي وقبلها شويه في النجم. حم نعرف شمس. حملم زاد نسيت. بالطبيعة حملم في مسيرة. حملم تربيت فيها. سيزون كبيرة في حملم عملتها. باهي نعرف بداياتك كيفاش كانت في الترجي. في الاسبيرونس كما نعرف معناها خذيتني الاسبيرونس، وحتى حد وقتها ما مش مصدق وقتها في ليتوال وكنت. لا لا من الاول من الاول انت صغير، اول نهار خممت تمشي تكاور فيه كيفاش؟ وانا صغير. انت صغير بالكل، باش نرجعك شويه لتالي. يا حسره، ولا انا من اللي انا صغير معناها كان عندي خوي الكبير، خوي الكبير كان مغروم زاد بالكوره وغرمني معاه. ديما نكورو في الحومة وكذا، واحد بابا شافني هكا سافا نعدي روحي، فهمت؟ كنت خاطر كنت صغير ما لعبش مع الاندادي، ديما مع الاكبر مني، فهمت؟ حتى المورفولوجين تصور تجي طويل شوية هكا ولا من الصغير ولا ليه بعد؟ كي كنت صغير كنت فاخر عليهم شوية، من بعديك هما طويل وانا قعدت. هذيك صارت لي مشكلة، من بعد نوصلوا لها صارت لي مشكلة في الاسبيرونس وخرجت على الحاجة ديك. اما مشيت لاسبيرونس وقتها انا 97 مزيان. هو كازك التستي ولا انت ولد حملم فا ولا انا ولد برس دراي؟ ولد برس دراي بريسكاي، ولد البوليو سود. البوليو حاصل. مشيت عملت تيست مع لي 96 قبلوني وكذا، كي قالوا لي جيب وراقك وكذا كل مضمونك الوراق. حاصل يلقوني 97 حاصل، من الاول خليوه لي وهم معناها عجبتهم، فهمت؟ ما ديك خلاوني قعدتك البريود، وما ديك جاوا لي 97 بديت نترينا معاهم بشوي بشوي، بداو لي سيكسيون واحد جينيراسيون اللي فيها اسامه الدراج هذوك. خليل شمال بدا معاكم ولا شكون معاكم؟ خليل خلطت في الميني. اسامه الدراج يقدم واحد مش كي ديجا كي مشيت نلقاه هو يترينا معاهم لي 96، فهمت؟ اسامه الدراج كان معنا مروان العقرب يلعب شويه اسكندر بالشيخ اسكندر جانا من بعد زاده مازن بوزلفه ميني زاده هذوما براتيكمون. خلي قلعت بلاستيك من الاول.
اي وانا صغير معناها كنت نلعب معناها نعرف معروف في البارك معناها وانا احنا صغار انا وسامه معناها من البارمي العباد اللي يحبونا و معروفين بال بتاعك ما كانتش اكسيال ده اللي اي كون دومي ديس شنو دومي سيد شنو دراجي ديس وانا ويد بحذايا فهمت كنا نلعبوا بيفو رانا مروان العقربي وانا وسامه فهمت بحذانا دوزيلي واتاكون. علاش تبدلت بعد البوست انت حبيت ولا كيفاش؟ والله هيك تبدلت كي مشيت الحمل في الحقيقه. كي مشيت الحمل صارت لي مشكله قلت لك على بدني فهمت؟ اي خلينا في الموسيقى علاش خرجت ما تلاش؟ كنت قصير فهمت خاطر صحابي طوالوا. وانا قعدت غريبه ما جيبوا ايش فيك كنت قصير؟ الناس كل اللي يقول لهم على الحكايه هذيك يقولوا لي امبوسيبل كيف هو هكاك ربي سبحانه وقتها براتيكمون في 6 شهور كي رجعت لعبت لهم ماتش اميكال اسبيرونس ما عرفوني صحابي قصير برشا برشا اي بوست هذيك ما تحتاجش واحد طويل ويت معناها اي كنت تكون قبلي معناها قصير ومعناها الفورمولوجي نتاعي ضعيفه فهمت مانيش كاسح فهمت هاك اللي وقتها جات فكره لازم لي قباري وكذا فهمت وقتها شاد ديريكتور تكنيك سي مختار تليلي وقتها ندخل الفكره هذيك فهمت يحبوا لي قباري ويحبوا جورات معناها نقول مختار تليلي تخلى عليك ولا هيك جات ب خرج حتى الكلام تاع مختار تليلي هو جات بتبيعاتها فهمت وفي الخير جات معنا في صالحي انا فهمت هي واحد هذايا كتبه نتاع ربي اما جات واحد في الخير مشيت الحمل وكملت فورماسيون تاعي والحمد لله ماني عملت كارير بيه ما حكيتوش فيه بعض الموضوع ما قابلتوش مختار تليلي ولا حاجه ما قالكش يعني غلطت ولا ندمت ولا ما عرفش لا 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 ها كي خرجت الحكايه معناها وين حكيتها في في الميديا لا ما علي الحقيقة وقت أكلم سلمونجي بحر لاذرو بالخير كلمو قالوا راهو شبي جور نتاعك داخل فيا والعباد ميديا كلها فهمت وكلموا من الاسبيرونس ابارامون قالوا كيفاش العباد اي خاطر ضربت الاسبيرونس هي في الدفنية قالوا كيفاش العباية هكا يخرجوا واحد ومن بعديك نشريهم بالفلوس كذا فهمت حسيل كلمته في التليفون قلت له راهو سي مختار هذاك هو اللي صار يعني جبت حاجة من راسي قلت له انا كنت في الاسبيرونس وخرجت شيت الحملة معناها انت وقتها هو ما كانش ديريكت فهمت قال عيط البابا في البارك وحكي معاه وقال له راهو طفل عنده دي كاليتي وكذا اما يمشي للحملة في يلعب ويكمل الفورماسيون تاعو الحملة في طلبوك وقتها ولا انت بعد كلموهم هو ثم ديجا شكون باش ياخذوا من الحملة فهمت بعديك ولينا اصحاب اشرف محفوظ هذا هو خذاوه ومشيت انا الحمله فهمت فرد عمر وقتها هو كتر فانويت وانت وصلت هو ما وصلت فهالي هو طلع سينيور في حمله فما هو رجع بعديك عاود رجع الحمله طلعنا سينيور وبعديك ما كملش هو كي حكيت معاه في التليفون شنو حكيتو مختار ليه قلت له والله سي مختار سلمت عليه قلت له ديزولي معناها على القلق هذا الكل اما راهو داك اللي صار قال لي انت كي ولدي وكذا واحد وعندك الحق اما معناها صارت بريسيون عليه فهمت نتصور تمسيت مورا المو بالديسيزيون هذاك اي واحد يكون في الاسبيرونس في القمه معناها كنت صغير ما ركزتش فيها والله كنت صغير ما ركزتش فيها بون غاضتني اما ما ركزتش شكل اللي صايب باش نبطل ولا حاجه فهمت بابا غاضت بالحقيقه خاطر تعب معايا في الزين وجيبين واحد بعديك نخرج منها كيكه فهمت غاضته وانا ما ركزتش فيها ديريكت لانسيت مشيت للحمله ونفو بديت فهذا كادي شنو بالضبط؟ كادي وقتها عائله رياضيه حتى اخوك وليد كوارجي وليد شمس ممكن عكسك انت في لي جون كان بارز معناها كان انترناسيونال بعد ما كملش علاش؟ نشوف اللي مشيتو للكلوب جيت كما نقولوا مزروبة فيسع وليد راه براتيكمون ما لعب حتى ماتش هو اللي بليسير قلقوه غالي برشا لعب ماتشوات تيتولير ولعب معناها ما عندوش الاكسبيريونس مشى مازال صغير مش كيفي انا لعبت براتيكمون عامين في حملة وبعديك مشيت ليتوار ديريكت من ليتوار بعديك لعبت قعدت نلعب فهمت مشيت باسمي براتيكمون فهمت هو كان شيء هو صغير فهمت ومازال يعني على اساس باش يزيدوا يحضروه باش يلعب معناها عام الجاي العام اللي بعده فهمت هذيك ما ساعدتوش وهو ما نصحتوش وقت انت ما قلتلوش اصبر شويه الحقيقه نصحته خاطر كلمني عليه وقتها سرياض
رياض بن نور قال لي خليه عام، هو كلامه صحيح معناها انك رجعت، قال لي خليه عام يلعب ويجيب روح خير ما يجينا تو ما يمشي مش ياخذ بلاصه، حتى كان باش يمشي خير ما يتباع لجمعيه اخرى تو ويتعب، فهمت؟ وذاك اللي صار معناها مشي ما لعبش لتعب، مش تعب معناها ما لقاش فرصته، ما لقاش يكون مثلا يضرب عليه، فهمت؟ عباد ما تعرفوش انت كي تجيب جوار مازال في الفورماسيون حتى حد مش كلم عليه، حتى الجمهور ما يعرفوش، فهمت؟ صحيح. مش كيما تلعب عام تعمل عام عامين باهين كي باش تمشي العباد تقول لك وين وليد يا اخي عليه مش لعبش هكا في حمل في يلعب جو بها عليه، فهمت؟ في بن عروس توا ولا ما عادش؟ هو كان في بن عروس ومشى معايا عمل تجربه معايا في ليبيا ورجع وكلموه قفصه قاعد يعمل في بريباراسيون في قفصه توا ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقه. باهي خلينا نرجعوا لك انت يا شمس. قبل هذا فما بيوب مانيو ولا مازال باهي نشوف بيوب بعد نكملوا معاك شمس. صالون المتوسط للبناء يفتح أبوابه من 6 إلى 9 أكتوبر بصفاقس. ميديبات 30 سنة من البناء والنجاح. تنظيم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس. عرض لمشاريع كبرى للإعمار وليبيا ضيفة شرف. لقاءات مهنية مع مسؤولين رفيعي المستوى من 17 دولة. كونوا في الموعد من 6 إلى 9 أكتوبر بصفاقس. salon-medibat.com. رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم شمس الدين الذوادي. نحكي شمس على طلوع كيفاش الأكابر في حملنف. حملنف أنا كيف الليزيكيب الكبار معنا قبل ما تطلع السينيور عمل الكونترا تطلع تشوف الجو في الليكيب سينيور يطلعوك شاركوك في تمارين كذا، فهمت؟ ومن بعديك شوفوا كيفاش الادابتاسيون، فهمت؟ انت جوك بيلي مع بعديك يعملوا كونترا. معني انا طلعت قعدت نترين معهم بريسك عام ونهبت نكور مع السبور مع اصحابي وبعديك عملت كونترا. شكون المدرب اللي امن بيك طلعك ودزك؟ الحقيقه مش المدرب الكيب سينيور، هو كان سينابيل تاسكو. سينابيل تاسكو هو الكيب تاع السبور نتاعي، فهمت؟ أنا هو اللي كيما نقولوا ضرب علي بالبوني ويزمكم خاطر هو شناي وقتك جاب شي صحوا لي هما وعدوني قالوا لي باش صح في ديسمبر كيما نقولوا نحن قعدت عام ولا عام ونص نترينا او شهر هذا ولا في ديسمبر هاو جان، فهمت؟ بعديك قال لي راهو من الاخر راك انت باش صح كيما نقولوا احنا في جانفي. ما صارت وقتها شاد سي الحبيب ميجري وقتها قالوا نزيدوا نخليوه نشوفوه والعام الجاي وكي صح في عمره، فهمت؟ حسيله هو اللي شد صحيح قال يلزم ممكن تصحوا له واحد وراه باش يفيدكم كذا، فهمت؟ إذا هو اللي عنده امن باهي، فهمت؟ وقتاش بديت تفك في بلاصتك بديت تاكل كون لعبك اول ماتش صحيح بين ماجري ولا تاسكو وقتها ولا شكون ولا ما لعبتش عند صحبيب؟ ما لعبتش، مشيت على البنك كان صعيب برشا صحبيب وقتها خذ ليكيب في بريود صعيبه شويه، فهمت؟ حملم في وقتها تلعب عطيح تفرهدت الامور في الاخر هزني معاها كيلكو ماتش على البنك اما ما لعبتش الحقيقه. شكون لعب؟ بعديك جي سي فتحي العبيدي. فتحي العبيدي جاب مونتاليتي اخرى معناها يحب الصغار يحب يطلع الصغار وكذا يحب يشاركهم معناها براتيكمون الصغار الكل ولا عندنا ديزوبجيكتيف، فهمت؟ كنا كوتي، فهمت؟ شكون باش يلعب شكون لا مع سي فتحي معناها كيما نقولوا كبر طموحاتنا، فهمت؟ ولينا نطمعوا نطمعوا في الواحد. لعبني وقتها ماتش مستير اول ماتش اللي لعبته لعبني ميتون خرجني بعديك جاء بشير. بشير كيفاش هيا وقت انا نلعب دومي، فهمت؟ قالوا لي راو ما فهميش ما نلعبوش بدومي. طلعت للسينيور دومي انت؟ طلعت للسينيور دومي ولعبت حتى ماتش في حملان في دومي مع المستير قلت انا دومي، فهمت؟ اما قالوا لي كي مش تلعب ما احنا ما نلعبوش دوميات تحب تلعب واحد في الكيب سينيور بعد عليه الوسط معناها كان نسبه شويخه هو مسيطر غاديك. قالوا لي تلعب بيفو انت ملاعبي وكذا ما عندك تاي نجم تلعب، فهمت؟ بيفو
معناها في تونس ما تفهمش كيفاش تصير الامور. معناها ملاعب فورماسيون نتاعو تمشي في بوست يجي سينيور يبدل البوست نتاعو. معناها يقول لك ما عندناش تكوين باهي بوان انتروغاسيون حتى نتعديو ميساج. هي باهي راهو كليانة باهي فهمت. صارت برشا ملعبيه حتى انك جاز زاده. خاطر شوف تبدا فورماسيون معناها في لاكس صعيب باش تكون ملاعبي في ساقيك فهمت. وذي معناها في تونس براتيكمون الملاعبيه اللي نجحوا معناها فما مريح مريح مش هي. مش في بلاصتو فهمت. فما برشا ملاعبيه حتى وليد خويا ما كانش راهو اكسيال كان بيفو فهمت. حاسيل تبدا تعرف تلعب قلت مبدل انت ما قلتش انا بيفو انا يلزمني ما المهم نلعب. قالوا لي بعد راهو انيس بن شويخه غادي راهو يلعب واحد كان تحب تلعب معناها حاضر روحك تكون بيفو فهمت. وانا ما كنتش فكيك كنت بات بيت كذا نلعب قدام فهمت. بشوي بشوي وليت خذيت على البوست هذيك وكذا ولعب جاي وقتها فتح العبيدي جاي مسيو بشير نلعبوا في ماتش ابليكاسيون في حملة وقت على اول ما جاي يحب يشوف الملاعبيه كذا فما اكسيال وقتها ما جاش ظهر لي حاسيلو مضروب حاجه حاسيلو قعدنا بالاكسيال جي الادجوان قال لي تنجم قال لي العب جرب مش جرب باش نكملوا الجماعي كما نقولوا تولي واحد ايش حد يكمل بي قلت له انا العب ما حد مش تقول لي تقول لي برا ما تعرفش عليه فهمت وانا صغير فهمت قلت له انا العب لبسني دوسار كذا شديتهم خويا قتلتهم وقتها صابر ونيس وراه حسيل عبيد تجري مش نورمال فهمت. اكرم معتوق والغرياني كيف هذيك الغرياني مشي صابر معتوق ولد بشير وقتها جاي زاده ونيس وراهم حاسيلو كرف الظهر وكذا حاسيلو قتلتهم فهمت. قلت مش كيقول الملاعبيه اش بيكم خبينوا علي قالوا هذيك البيبور قالوا خليه بدا يلعب فيا غاديك شوي بشوي يشارك فيا كذا مع معين ولا بشي معين وقتي هو في معانا هو وقتها وسيسي سليم سيسي ومعين يلعبوا في اللاكس حاسيلو بدا يشارك فيا يهز فيا على البنك كذا استحقني ماتش بنزرت ماش بنزرت ديسيزيف بنزرت في بنزرت يلزمنا نربحو سينو باش نتخانقو معين صباح مريض قال لي باش تلعب قلت له نلعب خويا عادي ماتش اكسبسيونيل ربحناهم ثلاثة ظهر لي ولا أربعة عاديت ماتش من وقتها صحيح من هنا بديت الحكاية شريت بلاستك ما عادش فكرت صحيح وقتها وارجع معين لبلاست وانا عرفت ديما يشرك كل ماتش ربع ساعة 20 مينيت ميتون فهمت لين اخر ماتش كونتر الكلوب وقتها وصايب نعنا في حامل انف لعبني وقتها لعبت من الاول اريا دروا بعدك دخلت للاكس وبعدك بيفو لعبت من الكل العزيل وقتها تبيع مهدي مرزوق الاطوال ودخلت انا في بلاستو في الاخر بيفو من بعدك العملي بعد وجاي دراجان معناها هو اللي خليك في بلاستك انت وش كنت قال لي انت اول واحد ومن بعديك سي سي ولا معين لا مشي معين وقت السعودية قعدت انا وسي سي نلعبوا من وقتها بديت شريت بلاستك قد عملت من سيزون لعبت هذيك السيزون مع دراجان بالكدا وكيفاش كل ولد تحب عليك وقت من اول ماتش لعبناه كنت الاطوال ديجا كلمتنا بعد الماتش كان وقتها الاطوال حبت عليك في ماتش اميكال بعد مش هكا عملت ماتش فهمت مشينا وقتها مشينا باش يزيدوا يشوفوني فهمت اما من اول ماتش لعبناه ربحونا وقتها 2-1 ولا 2-0 في رادس من بعد الماتش ديريكت كلموا المسؤولين وواحد قالوا راهو زياد الجزيري حب عليك زياد وقت كلمني وكلم انيس بن شويخه وقتها بعديك مشينا عملنا ماتش اميكال في سوسه غاديكا وعملت ماتش باهي ووقتها سيمون الكباير انترنور نتاعهم وقتها حكى معايا وقال لي معناها باش تجي معانا وحضر روحك وكذا بعديك قعدت في بالي باش نمشي في ديسمبر وقتها بعديك قعدت لاخر العام بعدين باش تبعد وصارت لك المشكله علاش شنو حكيت وقت المشكله كنت باش نمشي للسي اس اس وظهر لي مشيت وشنو وقت صار وقتها بالضبط مع السي اس اس وقتها عملت وقتها كملت العام مع حمله في عام عملته به محترم واحد وجمعيات لا باهي برشا الناس كل تحب عليك وقتها وقتها حابت عليا واحد اخر العام ما كيما نقولوا سيلمونجي اللي طلع في البار بيع وقتها مير حدد الصفاقس وين قعدت
كل اللي وانا صغير مازلت فراجيل فهمت. نتكلم في المسؤولين علاش وحل معايا انا علاش ما يسيبنيش كذا فهمت. وانا جماعه يتكلم فيا يعني راهو يقولوا لي راهو مثلا راهو مرسوم فهمت. راهو الصوم طالع وكذا فهمت. ما عرفش قداش مدوا له قداش طلبوا والله ما نعرفش الحقيقه. ما عندكش تفاصيل؟ ما نعرفش الحقيقه. عنده الحق هو يعني باش يطلب مش باش يطلب الله اعلم بالك شعطي نوفر شويه هما فهمت حاسيل. وقعدوا صفيق سي ملحين فهمت تكلموا في انا ولا شكون طلبك؟ ولا نسيت الحقيقه. ما عندكش امور الحقيقه نسيت. اي مش مشكل. سلمي ولا مسلمين ولا حاجه هيك حاسيل محامي هو حاسيل قعد يكلم فيا وقال لي راهو هكا وهكا ونحبين عليك وانت وانت. قلت لهم راني عندي مانجر نتاعي وقتها معايا الشكري بن عمر تحية ليه. قال لي راهو فما بوند كما نقولوا نحن نجم تشري عامك الاخر تشري وانا عامي الاخر معناها بريسك كيف فارغ ما كنتش تخلص من دينار 250 دينار شهر يضع لي حملان تخلص من عبد وبطالع مش هكا. هي في الكونترا فما يمكن توصل اخر عام توصل 350 400 دينار فهم. امانة عامل لي وقتها سيل مونجي عامل لي شهرية به حاسيل نخلص عامي ونخرج على روحي وعامي فيه 8 ملايين فهمت. حاسيل قلت له على الحكاية ذيك قال لي زعمة وهما وقتها مازالوا كيخذيو ماهر علاقتهم طيبة مع حاملهم ما يحبوش حاسيل مانجير اقنعهم قناعهم باش نعملوا الفاز وعملها ومشيت لسفاقس وصححت اي انت فكرت ومشيت وفي المرواح بديت نخرجوها فهمت. يكلموا فيه جماعة حاملة ما عملت شيء في الحومة في قاوة ديال سفاقس سكيت بالأول فهمت. ما حبيش نخرجها لخاطر قلت لهم يعني قلت لهم خليها بشوي بشوي فنعرف كيفاش نجيب ونهار باش نجيك. قلت كي نهز الساكي باش نمشي لسفاقس وقتها خرجوها باش ما عادش يكلمني حد يا اخي. هما خرجوها في ليلتها فهمت. احنا مروحين في الثنيه بديت لعبت نتكلم فيا صحيحه ليه كذا حتى فما جمعيات كلموني وقتها يا اخي صحيحه مشيت وهم وقتها يحبوا علي فهمت. حسير كلمني سي نبيل عجة زي مسمينه في حملانف هو اللي لاهي بالسيكسيون انا سينيور. كلمني حسيلو كلمو فيه الكل ما حبش نهز خاطر متغش عليهم وقتها سي المونجي سي الفاضل معناها سي الفاضل محافظة كان معاه. كلمني هذا اللي كيما نقولو نحن دز معايا قبل فهمت وانا صغير صارت لي مشاكل كيما هو هزيت عليه هلا سي نبيل سافا لاباس نحوالك. قال لي يا اخي صحيحة؟ قلت له صحيحة راني مشيت صححت. قال لي ايجا سي المونجي راه حاجته بيك. قلت له صحيح صح. قال لي ايجا شي ما كاينش مشيت. حسيلو ملي تبدلت اللغه معي فهمت صح. ملي كان معناها ما وذاك هو استنى وتجي فرصتك وتتبيع وكذا ولا هكا هكا ايجنت فيهم وكذا. حسيلو سي موجه ذكيه مو يعرف فهمت. حسيل اقنعني باش نعاود نصح في حمله. كيف مصح في السياسات انت؟ لا في السياسات. قال لي راهو احنا الكلوب نتاعك نجمو نصحو لك في اي وقت. صححت وقالوا لي تنصرف وبعد عليها انت الحكايه سكر تليفونياتك تنصرف واحد حسيل. ودخلت الحكايه هذيك في الجامعه. وانت فضلت تعاود في حمل انف خير من تمشي لكيب كبيره كما السياسات معناها. انا هوني فهمت. قالوا لي انت متربي في حمل انف واحد وما يجيش واحد. فلوس عطاوك خير ولا؟ والله بريسك كيف كيف. كيف كيف. كيف كيف. قلت لهم انا مدوا لي هكا وهكا وهكا في سفيقس. ما تعاقبتش وقتها؟ ما تعاقبتش وقتها؟ تعاقبت تعاقبت 6 شهور. اي خاطر مسح في دوز جمعيات. دوز جمعيات ما تعاقبتش فلوس خاطر ما خذيتش انا براتيكمون فلوس ما عند حد. خذيت كامل حمل انف. صفاقس عطاوني شيك ما صرفتوش. واضح. فهمت ما حبيتش نصرف وهما شدوا لي صرف شيك صرف شيك. قلت ملحين هذوما برا ما تحنديرها فهمت. قلت خويا خليه شيك نهار اللي باش نصرف. باش نمشي تنصرف. تنصرف وانا مش هارب. كاو مشيت وقتها صارت الفوفة هذيك وقعدت تعاقبت 6 شهور. وفي في البريود هذيك وقتها صحيح كوم ديريكت ديريكت ليطوال دخلت في في الموضوع وخذتني ديريكت وقعدت فيهم محملان في سايبوك وقتها ديريكت وقتها شد خرج سي المونجي وسد سي عادل الدعداع وبدي وكلي حملان في تقولش عليه بشكل لا حقها فهمت.
نعرفش حاسيله ديريكت كي تكلمت لتوال سايبولها وقالها انت تلهي بالموضوع وماك تعرف لتوال معناه بكلمتها في الجامعة وكذا فهمت. قالت له انت تلهي بالموضوع حكمت المقطع المحكمة الرياضية معناها حكمت اللي انا باش نقف على النشاط الرياضي 6 شهور وبعد كده نقعد مع لتوال معناها اما خليوني نختاري انا في الاخر فهمت وين باش تمشي وين باش نمشي علاش اخترت لتوال انت حبيت تمشي لتوال قعدت في حامل انف انا قلت انا حامل انف وما سايبوك حامل انف ومن حامل انف داخل باهي عملت عام في 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 النجم السياحي هكا ولا عملت عام عملت عام بديت مع سي خالد السيسي معناها اختها هو شاد لتوال فرحان بيا الحقيقة كانت جروب باهية فهمت كانت جروب باهية كيفاش كان العام هذاك؟ عام باهي اكسبسيونيل عملت عام باهي انا من الاول كي دخلت معناها كانت عباد فرحانة بيا وكذا فهمت حتى فما معناها دخلوني فيسع في الجروب فهمت فما بلبولي وقتها فما امين لطيفي وقتها معايا في الاتوال عادل الشادلي اول صاحب عملته غاديك كان رامي البدوي رغم اني ما بعرفكم في الاكس صحيت بالرغم اللي وقتها هو صغير وطالب دا عرفته يلعب هاي. اول صاحب عملته رامي برغم انا جاي في بلاصه وانا باش نحى هو باش نلعب انا حسيت و صحاب حتى لتوا معناها نحبوا برشا رامي ويعجبني كجوار كاخلاق معناها هو طلعتكم مع بعضكم كنت كنتوا زوز كنا نستناو فيكم زوز باش تعملوا كاريره كبيره وقتها كنتوا في اليتوام مع بعضكم هو كان اي وقتها كي جيت انا في بلاصته واللي حطوا اريد دروا وهو باهي معناها فيزيكمون باهي يطلع ويرجع اي اكسيل خير اما وقتها ينجم صحيح ينجم صحيح. يلعب وقتها وديفونسيفمون باهي فهمت على ما كملتش فوزي بدلوا على ما كملتش في توال عملت عام برك انت حبيت تخرج جد جيت وقتها بدلوا معاك لم جد شهودي ظهر لي مشيت لاسبيرونس وكيكا وجاو سما البوغان مشيت انا ولم جد والله جيت الحكيره ما عطيتهاش برشا اهميه انت حبيت تخرج لا وقت جوي بيه في اللي تولع بيت تحبني جمهور كذا مسؤولين فرحانين بيا وقتها تبدل بدل لونترونور جي فوزي معناها عملت منا معاها بيريود باهي فهمت وبعد كده جي سيمونزر كيف كيف فهمت بديت الحكايه كلمني انا مي قال لي كان تحب ترجع لسبيرونس راهو يحبوا عليك قلت له نرجع فما حتى مشكل يا اخي ما يحبش كور في الاسبيرون جمعيت هذيك ما تعرف جمعيه كبيره انت زي توال صحيت قلت له نرجع رميت له كلمه وسكت على روحي فهمت ما عطيتوش اهميه ما عندوش حتى دخل هو في الاسبيرون حسيت نسيت هالحكايه ونكور وجوي بيه ما عندي هذا المشكل لين كلمني معناها سيرياس قال لي راهو هكا وهكا قلت له قدام صح 3 سنين انت في ح في ليتوال 3 سنين قلت له بالرسمي تحكي ولا شنو ليتوال راهي باش تسيبني امبوسيبل وانا قاعد نلعب وقتها موري واط قال لي راه شي همك انت تحب تجي قلت له نحب نجي انا يعني. اي كاو بدي هما نيغوسياسيون معاهم فهمت وقنعوهم وقتها تبعت مبلغ محترم وقتها بالكدي تبعت انا ولا مجد وقتها قليل الملاعب يمشي بالليتوال لسبيرونس قليل وصار برشا مشاكل في سوسة وقت كيفاش تبيعوه اي علاش خرجوا برشا كلمات حتى فما شكون حكاية فما مسؤولين اخذوا كوميسيون حكايه من نوع هذا زاد والله ما نعرفش انا الحقيقه ما دخلتش في التفاصيل اما صارت وقتها جمهور جمهور عمل كنت في المنتخب وقتها في هذا الديجيتال ديجا ربانو صححت في الامارات استاج المنتخب بالضبط صححت جاني غاديكا وصححت نما صارت مشاكل اي خاطر صفقه فيها برشا نقاط فيها من الحق بعديك قالوا لي انا معناها انا اللي حبيت نمشي معناها ومن ما شدوش حد هو مستحيل انا جيتني جاني الاوفر قلت اي معناها مش كبشتك اللي يعني نمشي انا ديجا معناها في ليتوال جاوي بيه فهمت ليه ما ديجا هما ما كلمونيش سمعت ليتوال وقت معايا بلبولي في البيت يكلم فيا معناها سيريال باش يقول لي راه باش نجي وهو باش يقول لي راه باش نجي باش يجيب كونترات باش يصحوا وبلبولي معايا يكلم في المسؤولين تاع ليتوال راهو باش يصحوا له يا اخي كيفاه والله ما في بالنا ما فما شيء مش في شيء شي وكذا فهمت وبعديك في الاخر باش كي صححت انا خرجت تصاور قالوا راه هكا
باهي باش نحكيو على تجربتك في الترجي الرياضي التونسي الأهم بطبيعة في مسيرتك، فاصل قصير وبعد رجعي.